آخر تحديثات برنامج سال 125، أضفنا خاصية البوز بتاع الأوديوهات الموجودة في كل الأقسام اللي فيها أوديوهات، مثل ترددات، تشاكرات، سولفيجيو، الموجات، بوابة توازن، بوابة تجلي. مثلا بوابة توازن، لو شغلت أي موسيقى فحيظهر لي خانة جديدة لعمل بوز للموسيقى. أيضا أضفنا خاصية لوبين في الموجات، سال ماجيك، البلاي ليست والسبليمينال. فلو دخلت مثلا نبدأ بالموجات، لو شغلت أي تردد من قسم الموجات نفسه أو من أقسام سال ماجيك فحيظهر لي طبعا خانة البوز اللي تكلمنا عليها، وأيضا هذه الأيقونة. هذه الأيقونة لما تكون activated أو زرقاء يعني أن التردد أو الأوديو حيشتغل يعني بدون قطع، يتلوبس يعني تشتغل مرة وبعدين تعيد نفسها أوتوماتيكلي. لو أنا ضغطت على هذه الأيقونة and الأيقونة is deactivated فحيشتغل الأوديو مرة واحدة وبعدين يتوقف. هذه الخاصية موجودة أيضا في قسم subliminal. فلو مثلا دخلت أنا لأي subliminal، دخلت على play، فعندي هذه الأيقونة بتاع اللوبين، ممكن أخليها لو عاوزة أنا subliminal يعيد نفسه. لو مش حيعيد نفسه خليها يعني gray يعني، فحيشتغل الأوديو مرة واحدة وبعدين حيتوقف بنفسه. أضفنا نفس هذه الخاصية في البلاي ليست أيضا. فالبلاي ليست ممكن أيضا تشغلها مرة واحدة أو تشغلها in a loop. فمثلا البلاي ليست لو شغلتها ممكن تشتغل يعني كل الأغاني أو الموسيقى أو الأوديوهات اللي عندي في البلاي ليست وبعدين تتوقف، ولو ضغطت على اللوبين فحتشتغل البلاي ليست كلها وبعدين حتعيد نفسها بأكملها. أيضا أضفنا خاصية جديدة وهي أن هذه الأيقونات كلها ستكون قابلة للضغط. لو كنا مشغلين أي شيء من هذه المسائل وضغطنا على الأيقونات فحتودينا مباشرة للصفحة الخاصة بهم. فمثلا أنا رح أشغل موجة من الموجات، وأخرج من الصفحة. فلما أضغط على هاد أيقونة FR Frequency فحتاخدني مباشرة للصفحة اللي مشغلها أو اللي مستعملها، لصفحة الموجة أو صفحة النية أو صفحة أي برنامج أنا مشغله. إذن هذه هي آخر تحديثات برنامج سال 125.